إذا يا إخواني بارك الله فيكم، كما يعني وضحنا قبل قليل، الإنسان فطرته السوية يعرف الحق من الباطل، يعرف الصواب من الخطأ، يعرف الخير من الشر. هذه الفطرة السوية السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. لكن استمرار الإنسان في اتباعه دائرة الشهوات، يشتهي شيء يعمله، فيتجاوز نفسه. أحيانا تشتهي شيء قد حرمه الله عز وجل، قد حرمه الله سبحانه وتعالى، كأن يشتهي النظر إلى الحرام، أو يشتهي الزنا، أو يشتهي أكل الربا. فعندما ينقاد إلى شهوته، تكون النتيجة مع الاستمرار على نسأل الله العافية اتيان الشهوات المحرمة، يكون ذلك يستلزم نسأل الله العافية انتكاسة في فطرة هذا الإنسان، نسأل الله العافية السلام، فيران على قلبه، فيصبح يرى الشر خير والمنكر معروف والباطل حق. ولذلك اسأل الله عز وجل العافية والسلام، اسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلام. شوف قوم لوط على سبيل المثال، يقولون لوط يحدثهم أن يعملوا عقولهم، تأملوا في خلقهم، تأملوا في فطرتهم، فيقول لهم إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، أين عقولكم؟ انتبهوا، ارجعوا، تبصروا، تذكروا، بل أنتم قوم مسرفون، تجاوزتم، اهتديتم، تعديتم. فانظروا كيف جوابهم، قال وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، يعني آل لوط، إنهم أناس يتطهرون. شو انتكاسة، نسأل الله العافية. فأصبحوا ينكرون على آل لوط وما هم فيه من معروف، يعني آل لوط يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهؤلاء ينكرون على آل لوط دعوتهم ويقولون أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. انتكاسة في الفطر. فتأتي الآية مباشرة تعقيبا، انظروا، هذا يجعل نسأل الله العافية والسلامة يعني شناعة هذا العمل نسأل الله العافية يعني عظيمة جدا، عمل يعني تأمل عقوبته، جعلها الله عز وجل عبرة وآية، نسأل الله العافية. قوم قرية سدوم الله عز وجل عاليها سافلها، قلب الله عز وجل عليهم الأرض، عقوبة عبرة وآية. والرسول عليه السلام يقول عن هذا العمل نسأل الله العافية، اقتلوا الفاعل والمفعول به، وما ذاك إلا لشناعة هذا الأمر، شناعة هذا الأمر. الزنا وهو كبيرة من كبائر الذنوب، اللواط أعظم فاحشة منه، لأنه مخالف للفطر، انتكاسة، يترتب عليه هدم المجتمع، يترتب عليه هدم القيم، ترتب عليه أشياء شنيعة جدا. ولذلك الله عز وجل ذكر يعني قصة لوط يعني تقريبا في 13 موضع تقريبا، وذكر لفظ لوط عليه السلام في 27 موضع. هذا ترى يجعل الواحد يتفكر يحذر. إذا فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، بالمناسبة امرأته هي امرأة يعني لم تعمل عملهم، ولكن لكونها رضيت فعلهم فتناولها نسأل الله العافية والسلامة عقابهم. يعني ما حصل عليهم من عقاب نالها هي كذلك، نسأل الله العافية والسلامة، لكونها رضيت عملهم. ولذلك
ينبغي على الإنسان يتفطن. انتبه انتبه انتبه، أنت لابد 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 عندما ترى خطأ أمامك، يمينك يسارك، في نفسك، كانوا لا يتناهون عن منكر حتى نفسك، نعم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه حتى أنت، وقعت في منكر، وقعت في ذنب، كل منا يقع، لا أحد يعني معصوم من الخطأ، لكن انكر على نفسك، انتبه، أحد من اللي أنت تحبهم تعزهم وقع في ذنب، لابد أن تنكر عليه هذا الذنب. رأيت يعني صديق جار أحد في منكر معين، لابد تنكر عليه هذا المنكر، من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، انتبه، جانب القلب لا يموت، انتبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا بد أنه يفعل هذا الجانب، حياة القلب لا يموت، القلب انتبه، القلب لا يموت. ولا يرضى الإنسان عندما يرى أحد يقع في ذنب معين، لا ترضى هذا الذنب، انكر هذا الذنب، انتبه. هذه الآن زوجة لوط عليه السلام لم تعمل هذا العمل، لكنها رضيت عملهم، لم تنكره في قلبها ورضيته، نسأل الله العافية والسلامة، فتناولها ما تناولهم، نسأل الله العافية، من العقاب، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. يعني تخيل، رموا بالحجارة، حجارة من طين، وقلبت قريتهم. يا دكتور لا يا إله أستاذ، إلا الله. نعم. وكذلك في سورة هود، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها سافلها وأمطرنا السلام. عليها، أمطرنا عليهم حجارة. نعم. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل مضبوط. أعوذ بالله. أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه طريقة يا أخي عبد الهادي، هكذا يفسر القرآن، يفسر القرآن، يفسر القرآن بالقرآن، ثم القرآن بالسنة، ثم القرآن بأقوال السلف، هكذا الطريقة السليمة في تفسير القرآن. طيب، يعني من سجيل منضود، حجارة من طين، متصلب، مصفوف بعضه فوق بعض، عقوبة عظيمة جدا، نسأل الله العافية والسلامة، يجعل الإنسان يعني يعرف أن جانب الفواحش والمنكرات أمر خطير جدا، يراجع يعني دائما، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، إذا وقع في ذنب يرجع، إذا اتبع شهوات محرمة مرة من المرات وقع يرجع مباشرة، لا يستمر حتى لا تنتكس فطرته، نسأل الله العافية، فيصبح حاله كحال هؤلاء، نسأل الله العافية، بعد أن انتكست فطرهم بسبب استمرارهم في المعاصي والبعد عن الله والصد عن دين الله عز وجل.